يلا, آه يا يلا نشوف يلا نشوف جزئيه الماتش اللي عندي نمبر 1 يا ضاي. بقول when you have a bad dream لو انت عندك bad dream لو بتحلمي حلم وحش ده بسميه ايه؟ It's a CC nightmare. It's a CC It's a nightmare It's بسميه a nightmare يبقى اسمها ايه يا ستي داي؟ Nightmare. Nightmare يعني كابوس، الكابوس ده حاجة وحشة، حلم وحش. يبقى الـ Bad Dream على طول هقول له Nightmare. Number two يا كريم. emissions are. emissions are gases from cars أول, or factories أول ما نقرا emissions أقول له جازز. emissions, gases Number three يا رجال. a greenhouse is. glass building used for growing plants. كلام جميل يبقى greenhouse هو عبارة عن glass building مبنى زجاجي used for planting أو growing plants. number four جودي أيمن when you are in the shade لما تبقي في الظل you are out of the sun انت كده out of the sun بعيدة عن الشمس تمام؟ تعالوا نشوف جزئية الـ التعريفات مرة تانية وقلنا هنا نمبر 1 توكسيك هنوصلها بالإجابة إي إي توكسيك معناها إي إيه اللي هي very bad to eat or breathe أما بالنسبة لـ air freshener قلنا طبعا ده a way, a way of making, making the face. air smell cleaner إيه. وقلنا سميل كلينر او سميل ماذا بيتر ايوه كده الملحوظه اللي تتقال تتذاكر يبقى كلينر او بيتر واخلي بالي هنا لانه هيسالني ساعات عن كلمه سميل يبقى الاير فريشنر ده مختص بالسميلنج بالشام. بالشام يعني حاجه تكون ريحته جميله ريحته افضل يبقى سميل emissions قلنا لسه دلوقتي حالا اول ما اشوف كلمه emissions معناها <applause> gases and factories لما نقول شيد معناها اوت Out the sun. nightmare. قلنا معناها bad. <تصفيق> bad dream. Bad. <applause> bad يا أحمد Bad dream. هقول له على طول اسمها جلاس بلدنج 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 فور بلانج بلانج اما اسيد معناها كيميكالز هربط ما بين اسيد اللي هو حمضي والكيميكالز المواد الكيماويه اللي موجوده فيه ده بالنسبه لجزئيه الماتش قرينا القطعه اه يا سيدي حلينا الاسئله دي أيوة. كلام جميل أيوة. حلينا بقيه الواجبات لا ايساء مين اللي بيقول لي أيوة. لا ده ده ما اتحلش اساء سلسله أيوة. الارغوات ها 117 اتحل ولا لا اتحلي أيوة. طيب يلا نشوف مع بعض مين اللي هيشتغل أنا. معايا أنا, أنا ياسر الأول سيري سيري. سيري. أنا ياسر الأول أنا okay. ياسر الأول هاخد مريم أحمد يلا يا مريم حضرتك ياسر we can't breathe because the air is black and toxic toxic number one toxic we can't go outside there are too many cars and too much emissions لا اسد اسد لا ينفع اقولها يا سيل ممكن اقولها يا زرار تو ميني اند تو ماتش ترافيك ترافيك في ازدحام مروري في زحمه في عربيات كتيرة وزحمة اسمها too much traffic so we have to stay at home علينا أن نمكث في البيت نقعد في البيت because ياسر؟ ممكن تكون <سؤال> ياسر؟ ياسر Because emissions from cars are dangerous for our lungs. Children can't go to school because that is too bad. Because the air, لأن الهواء هنا بيكون too bad، سيء جدا. مرة ثانية قلنا في number one toxic. Number two traffic. Number three, emissions. Number four, air. Judy Ayman. Number one film match. When something is toxic, it is very bad to eat or breathe. Bad to eat or breathe. Emissions are um, gases, that gases, comes gases. From and gases. From air help us. to make the air smell cleaner بس. Cleaner. بس. The nightmare is a very bad dream. A very bad dream. كلنا حلين كده؟ كلنا حلين كده الأول نراجع ونشوف إجاباتنا صح ولا لا. Number one في الترتيب يا كريم. كريم كلنا هنجاوب لسه الاسئلة كتير كريم نمبر 1 uh, We need to look after our planet دي جملة امتحان يعني مهمة اه مهمة لو بقى نعمل امتحان هجيب لك الجملة دي في الترتيب اسمها وي need to look after our planet علينا ان نهتم بالكوكب بتاعنا نمبر تو يا كادي Bad air Bad air stops the children from going to school ممتاز Bad air stops children بيمنع الأطفال from going to school من الذهاب إلى المدارس نمبر 3 يا ضي My sister My sister ايه uh, My sister معاك والله نام الضي نام الضي نام الضي جودي محمد ما حضرتك الجمله دي مش عارفه احلها سيرين في سامع صوتك يا جودي النت عندك بطيء شويه وطبعا اللي فهمته في الاخر انك مش عارفه تحليها نمبر 3 يا ممكن انا أسير. احمد, أحمد وائل نا... ايه ماي سيستر دريمز هوري بول اباوت اير بلاك لا لا تابع معي عشان تصححها ريجان معك يا سير my sister my sister horrible dreams about لا اللي. يا ريجان صحح يا ريجان خليكي معنا تبعي وصححي كريم uh, my sister dreams about horrible uh, black air. نسقف لكريم كلنا. برافو يا كريم يبقى هقول ماي سيستر دريمز اباوت يعني بتحلم بي ماي سيستر دريمز اباوت اختي بتحلم بيه بإيه؟ هوريبل وعندي كومه يعني في كلام بعدها يبقى هوريبل بلاك اير تاني ماي سيستر الناس تصحح يلا كلنا ونحفظ الجمله دي ماي سيستر دريمز اباوت My sister dreams about أختي بتحلم بي بإيه؟ horrible black air تمام تمام يا سي تمام يا جودي تمام. جودي محمد اتفهمت تمام يا, يا ضاي سي. يا ريجان تمام يا سي أنا لسه قايله يا سي فهمتها تمام my sister dreams about dream about على بعضها كده يعني بتحلم بيه dreams about horrible black air وعندك كوما يعني الكوما كده الكلمه دي تبقى في النص يبقى horrible black air number four يلا يا كادي حضرتك سي ساره has problems with her breast جميل جدا ساره has بروبلمز عندها مشكلات with her breathing في التنفس بتاعها لو انا ما عنديش with دهيت هنداري على with إنها مش موجودة كنت قلت له هنا سارة هاز بريزنج problems انما هنا موجود عندي with يبقى هقول سارة هاز problems عندها مشكلات with Breathing في التنفس بتاعها تمام تمام يا سير تمام يا سير قولي لي يا جودي يا أيمن بقى therein is acid it has chemicals chemicals كملي when the air is dirty الهواء مش نظيف we have problems with breathing بريزنج في التنفس What can we do to نقط our planet? اسمها What can we do to protect? To protect عشان نحمي الكوكب بتاعنا. We use greenhouses. Greenhouses طبعا في growing plants يبقى greenhouses. آخر جملة عندي there are a lot of trees and do we sit in there عندنا شجر وبنقعد في Sade. ال... سيد يا yes, في الشيد بتاعه. في الظل بتاع الشجر بعد كده كان طالب مني اكتب باراجراف وات كان وي دو تو بروتكت اور اير او تو بروتكت اور بلانيت نعمل ايه عشان نحمي الكوكب بتاعنا او الهواء بتاعنا ومدينا مجموعه كلمات زي بلانيت وكارز وبايكس وتريز وورك هارد يعني عايزني اكتب اخر باراجراف ارينا في القطعه اللي هو انهون يسير تعالوا ارجعوا من القايوة اللي هو ده البراجراف ده اللي بنقول فيه نصائح how to protect our planet ازاي نحمي الكوكب بتاعنا طيب انا مش عايز اكتب اللي في القطعة ما اقدرش اكتب لوحدي اقدر طبعا اكتب لوحدي واقدر اقول we should keep أو protect our ايه We should protect our A. علينا أن نحمي الهواء بتاعنا أو البلينت بتاعنا. We should use or drive cars less نستخدم العربيات أقل Ride bikes more, more. more. نركب عجل أكتر We should plant more trees We should keep the sea clean نحافظ على البحر نظيف كمان We should work hard at this علينا أن نعمل بجهد وبجد من أجل هذا هذا اللي هو إيه Protecting our air It's أو Protecting our planet المحافظة our air على الكوكب بتاعنا نقدر نزود نقدر نزود ونقول If the air is clean لو الهواء ده نضيف وكان can live a healthy life نقدر نعيش حياة healthy صحية we can go outside وهنقدر نخرج برا we can go to parks ونقدر نروح الحدائق والجناين we can enjoy our life نقدر نستمتع بحياتنا تمام سير ينفع <applause> عايزين نكمل القطعة يلا يا رجان I can't breathe يا رجان because the air is The air is toxic. Toxic. We use to make the earth smell air smell better. British.

Nightmare. Nightmare. Number two. Gases. Gases from cars or factories are called em emissions. Emissions in Basset. Number three. We should our planet. Look after. Look after. Number four. My little brother went to the A. because of hospital. problems with his breathing بسبب مشكلات تنفسية يبقى كان فين؟ كان في السينما. hospital كان في الهوسبيتال في المستشفى. Number five we can't go we can't go to school because the air is too bad. Bad. وتو هنا معناها very very أكتر من اللازم. Number six it's too hot. جو حار So I am sitting أنا قاعد فين؟ Uh, in the uh, shed. In the shed. قاعد في الظل. شو ممكن نجاوب اللي بعدها؟ اتفضلي <applause> يا ست جودي. ما يصير. We use our air fresheners in houses. لا انت عايزه تنضربي. انت عايزه تنضربي <applause> <applause> ما عدتيش بتذاكري كده. لا يا ست ذاكرتي. ترتبها لي تاني لا هي اللي هترتبها تاني وي <applause> We use our air fresheners, air fresheners in houses. our houses Our مش هستخدمها قبل الـ Air freshener Our هستخدمها قبل houses مثلا يلا We use air fresheners in our houses أيوة كده أيوة كده We use Air fresheners In our Houses جملة تانية كملي I go to the park to play. I go to the park to play. بروح البارك عشان ألعب. Number 3. We need to look after our planet. قلنا الجملة دي متكررة تاني أهي، يعني مهمة. We need to look after our planet. جزئية الماتش. يلا يا كريم. On holidays we We uh, play on the beach. Play on the beach. Number two, toxic is. Um, toxic is uh, very bad to eat or breathe. Acid means that it. Uh, means that it has chemicals has in chemicals it. chemicals in it. We use air fresheners to to make the air smell better. Smell bitter او smell cleaner المهم ان هي smell. الجملة الأولى يا كادي: A greenhouse is a glass building used for growing plants. جميل. Number two: a nightmare, الكابوس uh, is a bad dream. مش شايل كابوس يعني. A nightmare is a bad dream. I sit under The shade of the shade this tree. Of this tree I can't breathe مش قادر أتنفس. The air is black and black and toxic. toxic. The air freshener is a way of making the air smell cleaner. جميل جداً. يلا يا ضاي كنت لسه هقول أنا يسير والله لا ما تقوليش أنا حاسس بيكي قولي يا أختي. every summer we go to the beach and swim in the sea. Swimming is our favorite sport. We can't swim in the sea because there is too much plastic. Plastic. in it it is dirty. plastic it is dirty. We want to. practice practice our sport عايزين نمارس او نتدرب على اللعبه بتاعتنا او الرياضه بتاعتنا اختيارات نمبر 1 يا مريم فين مريم دخلت يا مريم ولا لسه ايوه يا ريتال مش موجوده طبعا ريتال مش موجوده يلا يا مريم <applause> إي ايه من دولت از ابد دريم؟ ها A nightmare is a bad dream. A nightmare. Number two. We can't go to school because of because of o -F, F? Because of huh? number three. Emissions are gases. Gazz. Gases. The child is in bed and has a bad dream. اسليب اسمها اسليب يعني ايه اسليب يا حلوين حد عارف ها؟ نائم اسليب صفه بمعنى نائم صفه بمعنى نائم يبقى ذا child اسليب الطفل نايم number 5 نمبر 5 اي sit اندر ذا اوف ذا it's my shade of the tree shade of the tree cairo is very busy city medina was it has too much too much too much traffic is the ham morori. number one and we are we are going to the park today. We are going to the park today. Number two. There are many emissions too. Uh, لا. لا, there are too many emissions. I was kid. I had too many or too much. There are too many emissions. Number three. We need to look after. متكررة للمرة المليونة هي تاني وبأكد على أهميتها. We need to look after our planet. Number four. The, the grass was green. The grass was green. Number five. We can't go outside. We can't go outside. Bank situation. I W capital. عندي الإيه بتاعت okay. عادل كابيتال والكويستشن مارك. الجملة الثانية <applause> هقول له W كابيتال <applause> في أبس تروسي بتاعت كانت وفي الآخر بنحط الفلوس طب بالنسبة لي الماتش هقول له we can use air fresheners طبعاً to make the air smell cleaner a greenhouse is a glass building طبعاً هنا بقول used for growing plants the nightmare ده عبارة عن bad dream. toxic means very bad to eat or breathe طبعا الجمل متكرره كتير جمله الاولى هنا هقول له ارجازز اول ما اشوف جازز قلنا هنقول له ايه emissions emissions, emissions. when the rain Emission. falls we cant go outside احنا قلنا الرين هون اللي بيقع او بيسقط acid acid rain the acid rain مام يوزز اير ماما بتستخدم ايه بريشنر. الجو بريشنر. 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 معطر الجو اجرين هاوس از ا جلاس بيلدينج يوزد فور جروينج بلانتس واخلي بالي لو مديني في الاختيارات بلانتس اللي هي الكواكب تمام لا اسمها بلانتس نباتات نمبر 1 جودي ايمن polluted air is dangerous for children's lungs. ممتاز جميل جدا polluted air الهواء الملوث is dangerous خطير for children's lungs على رئتين بتوع الأطفال كملي وات what green health are used for في تكوين السؤال يا جودي هقول وات جرين هاوسز ار ولا وات ار جرين هاوسز عشان ادي له كويشن مارك وانا مطمن اه صح what are جرين used for ايوه كده ما انساش بعد وات الفعل المساعد سواء اذا كان is او ار او دو do او does او did يبقى اسمها وات ار جرين used for فور بتستخدم في ايه؟ ما وظيفتها وظيفه الجرين هاوسز ايه؟ يبقى وات are greenhouses used for نقطة التالتة تاني we need to look after our planet تاني اهي التاني والتالت وعاشر we need to look after our planet number four we use air freshener inside the house أيوة كده we use air fresheners inside the house داخل البيت كملي يا ضاي How can air affect our health? اسمها air ايه؟ Pollution. Air pollution بيقول لي ازاي تلوث الهواء بيأثر على صحتنا. Number two بقول له نقط from cars انت أول ما أقول from cars خلاص. Yes. Emissions. بعدها how can we not after اسمها ايه after يا ماما؟ Look after. اسمها look after. We should use our cars less. <applause> نقلل من استخدام السيارات ونكتر من استخدام العجلات. مش كده؟ جملة الأولى عندي في القطعة كانت عندي في الواجب كانت عندي في الواجب. هل ينفع أنا أقولها؟ ممكن أقولها؟ نمبر 1 نمبر 1 رجان بوليوشن از از فيري هامبل نمبر وان نمبر وان في is الاختياري بوليوشن از باد يا سير ما كتبليش باد فوق ما فيش ولا كلمه من دول في الاختيارات فوق بس هو قال لي يا جودي بوليوشن از هارمفول هارمفول وهارمفول هنا harmful. بتساوي كلمه باد باد ضار سيء وحش يبقى harmful بتساوي bad the would there would be a in the air الهواء هيكون فيه ايه من دولت emissions اللي هي emission اهي there would be emissions هيكون في انبعاثات غازات سيئه وحشه number 3 when there aren't any trees ما فيش شجر يا كادي we can grow plants we in the can. greenhouse in the greenhouses why would Jody محمد many <applause> children be in hospital؟ هو ليه الأطفال هيدخلوا المستشفى؟ Because of problems with breathing لأن هيبقى عندهم مشكلات في البريزنج، في التنفس because of problems with breathing بسبب مشكلات تنفسية. Number five يا كريم how would the sea

بالقمامة أو الزبالة البلاستيكية بلاستيك تراش بعد كده عايز نتكلم طبعا عن بليوشن زي القطعة اللي موجودة عندي دهيت ده تعالى كده للجزء الأخير في اليونت مديني أوليمبيك اللي هي أوليمبي بلاير لاعب أثليت قلنا رياضي أثليت رياضي ووتر بليوشن تلوث المية أنور أنور بمعنى هنا شرف أو فخر تايكوندو اللي هي لعبة أو رياضة تايكوندو برونز ميدال برونز ميدال يا جودي الميدالية البرونزية برايز معناها جائزة هارمفل النضار بايوغرافي معناها سيرة ذاتية يعني حدوتة بتتكلم عن سيرة ذاتية أو حكاية عن شخص معين اسمها بايوغرافي فلاج علم أوردز أووردز بمعنى جوائز، training تدريب، فيموس مشهور، سبورتس بيرسون معناها شخص رياضي سواء كان مذكر أو مؤنث، سبورتس بيرسون، برونز قلنا برونزية، ووتر باديز معناها مسطحات أو أماكن مائية، هابيتات قلنا معناها بيئة أو موطن، جاربج جاربج بتساوي كلمة ويست وبتساوي كمان كلمة ربش قمامة او زباله وتراش أو كمان يبقى جاربج زي تراش زي ربش بمعنى قمامه او زباله بيرسون قلنا شخص مروكان كلمة مروكو 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 اللي هي المغرب دولة المغرب طيب ولو قلنا مروكان هنا بمعنى مغربي الجنسية وهنلاحظ الام كابيتال طبعا بما اني بتكلم عن جنسية او بلد يبقى اولها كابيتال سبيشال نيدز معناها احتياجات خاصة أو صعوبات خاصة طبعا ده بالنسبة للناس اللي عندها سبيشال نيدز أجينست معناها ضد أو مقابل كومبيتتور كلمة كومبيت بس كومبيت معناها يتنافس وكومبيتيشن مسابقة أو منافسة طب والكومبيتتور معناها منافس منافس فيوتشر مستقبل ويست ووتر معناها المية المهدرة المية اللي احنا بنضيعها المية اللي بنبذر فيها اسمها ويست ووتر كيميكالز معناها مواد كيميائية اورجانيزمز اللي هي الكائنات الحية جولد ذهب وكان عندي برونز برونزية واقدر اقول له سيلفر فضية اتشيفمنت مهمة جدا الكلمة دي عندي النهاردة بمعنى إنجاز أو إنجازات successful success بس كلمة success معناها نجاح طب successful صفة بمعنى ناجح يبقى لو قلت أ successful teacher مدرس ناجح successful student طالب ناجح ريو أولمبيكس معناها دورة ريو للألعاب الأولمبية therefore نتيجة لذلك أو بناء على ذلك اجريكالتشر بس معناها الزراعة agricultural صفة بمعنى زراعي wild life الحياة البرية sink هنا بمعنى الحوض اللي بنغسل فيه وشنا sink بمعنى حوض وأيضا فعل بمعنى يغطس تصريفات الأفعال carry كاري. carried جوين joined continue continued compete competed kill killed destroy destroyed avoid يتجنب avoided تجنب win وقلنا الماضي منها وان فاز وهستخدم وين او وان مع كلمات زي برايس زي كاب زي ميدل بكم بكيم لوز لوست بير بور واكتبوا لي جنبها او تحتها وده الاهم من الاول والتاني هكتب التصريف الثالث لان هو اللي هستخدمه في القطعه بتاعتي النهارده اكتب لي بورن ب او ر ن بورن يبقى بير بور بورن اللي انا هحتاجها في الجمل بتاعتي بورن كتبنا بورن اي سي اكتب لي كمان تحتها في المكان الحلو اللي فاضي ده هو was born was born was born بمعنى ولد اتولد يعني تعال نشوفها في الاكسبريشنز بقول في الجملة الأولى was born on وجنبها بقول ديت ديت طبعا يعني التاريخ أفكركم بالجزء ده من منهج سنة تالتة ابتدائي لما كنا في ثالثة لما كنا في تالتة وكان بيقول لي when is your birthday امتى عيد ميلادك عشان أقول له I was born on اون هقول له هنا اكتوبر ولا نوفمبر ولا ابريل لا ده انا هقول له اكتوبر فيرست اكتوبر سكند اكتوبر ثيرد يعني الاول من اكتوبر او الثاني او الثالث او يوم 30 اكتوبر حتى طالما قلت يوم يبقى هستخدم حرف جر اون يبقى بورن اون تاريخ كامل اسمها تاريخ اكتب لي جنب تاريخ كده كامل يعني يوم وشهر لو شهر بس هقول له ان لو سنه بس هقول له ان انما لما يبقى عندي يوم وشهر فبستخدم حرف الجر <applause> on. On. on on with special needs on. معناها ذوي الاحتياجات الخاصه خد لي دايره على مع كلمه age of لما اقول at the age of معناها في عمر او في سن لما احب اقول لما كان عندي سنة هقول at the age of one لما كان عندي سنتين at the age of two لما كان عندي خمس سنين at the age of five ودي بستخدمها للتعبير عن الماضي لما كان عندي خمس سنين compete against compete against معناها يتنافس ضد go into ينتقل الى او يدخل practice hard معناها بيتدرب بجد او بنشاط famous قلناها من سنه رابعه السنه اللي فاتت لما كنا بنقول دمياط طيب famous فور دمياط تشيز يبقى famous فور مشهور بي وين a medal يفوز بميداليه hold for معناها يحمل لي such as بمعنى مثل أو على سبيل المثال تعالوا نشوف مجموعة الجمل الخاصة بالكلمات ادينا أسليت قلنا رياضي successful ناجح ميدال ميدالية كلاب نادي harmful يعني باد بمعنى ضار he studies hard to be a not a student Successful. Successful student. <applause> اصحي يا جودي يا محمد. نمبر 2. <applause> اسم انا بقول لك فوقي كده وفوقي وصحصحي مع السير. عايزك زي ما انت شاطره واحسن. He is a sports person. هو شخص رياضي. He is a famous. <تصفيق> أثليت. <تصفيق> أثليت. أيوه كده يا جودي يا أيمن. صح صح. He won. his first gold medal اسمها gold medal ميدالية ذهبية chemicals in water is Hard. Hard. بتكون ضارة تعالوا نتعرف على شخصية النهاردة و بتاعتها السيرة الذاتية بتاعتها مين بطلتنا النهاردة او مين اللي سبورتس بيرسون عندنا النهاردة هو ذا فيمس سبورتس بيرسون از مين هو الشخصية الرياضية المشهورة عندنا النهاردة هداية ملاك هداية ملاك البنت اللي في الصورة اللي قدامنا ديت هي السبورتس بيرسون الفيمس المشهور عندنا وده هنعرفه بعد ما نطلع ونرجع تاني